التراث العربي قصة طويلة فيها تفاصيل كتير، لو قعدنا نحصيها مش هنخلص. في موتيفات وفي قصص وخيالات، المهندسين قدروا يطوعوا كل ده والحمد لله ظهر منهم حد كتير، ناس كتيرة جدا عندنا تقدر تطوع ده تخليه طراز عربي، وطراز عربي يستخدم في البيوت. تقدر ببساطة جدا ان انت تستخدم إضاءة، تستخدم السيرة الهلالية، تحط نخل، تحط موتيفات بدوية على موتيفات من الريف. تقدر ببساطة خالص تبقى مرتاح وكأنك في الكانتري سايد في بيتك. عشان كده احنا النهاردة جينا في حلقات من برنامج البيت مع جاليري بالعربي، وهو سماه بالعربي عشان هو بيحاول يحافظ على التراث العربي وعلى الطراز العربي. خلي بالكم من الفرق، والفرق ده هنعرفه في تصميمات الديكور والتفاصيل اللي عملها وسام وطارق في جاليري بالعربي. نرحب بالمهندس وسام. ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ الحمد لله، احنا سعداء ان احنا جينا هنا وشفنا تفاصيل الجميلة دي، وعايزك بقى تفرجنا على ازاي قدرت يعني تاخد التحدي ده بانك تحول التراث العربي فعلا لتراث عربي يستخدم في البيوت في وقت قصير جدا على فكره. يعني هو بقى له 3 سنين بس، من 2010، من اواخر 2010 عمل صيت واسم وبصمه في مجال الديكور، لدرجه ان هو فتح في مصر الجديده وفتح في الزمالك، وان شاء الله يعني يفتح في مكان تاني. فاحنا في جوله في الجاليري مع استاذ وسام، وهو بنفسه هو وطارق بيعمل موتيفات التفاصيل بتاعه الاساس والصواني والترابيزات وكل مفردات الديكور. حضرتك مش عايزين نطول عليه كده نتفرج، لو تحب عايز تبدا انا تبدا بايه؟ يعني اكتر حاجه انت استخدمتها في اول ما بدات وقلت انا الحاجات اللي انا بعملها دي لازم افتح بيها جاليري كانت ايه؟ الفرنتشر بالظبط. طيب احنا ممكن نتفرج على بعض الحاجات، مثلا طبعا لو قلنا تراث عربي يبقى معناها ان احنا بنجيب كنب ونجيب ترابيزات ونجيب اضاءه الفوانيس ونجيب موتيفات كلها شرقيه، كلها فيها لوك عربي، وبتبقى مودرنايز شويه، فيها التاتش بتاع الحداثه علشان تقدر تناسب المود والستايل بتاع العصر اللي احنا فيه. بالظبط، تقدر تتواصل. وانت في خلال ال3 سنين دول هل حققت فعلا الهدف بتاعك ان انت تقدر ان انت قدرت انك تشق طريقك في المجال ده؟ الحمد لله، زي ما حضرتك قلتي احنا يعني في خلال وقت قليل فتحنا في الزمالك كمان عشان نسهل الكاستمرز بتوعنا، لانه كان بيجوا لنا من اماكن كتيره قوي بعيده، فاحنا قلنا نسهل عليهم. فالفكره الحمد لله ناجحه لان وراها هدف وربنا يكرمنا الحمد لله فيها. انت عارف ان انت مش الوحيد في المجال اللي بيعمل الموتيفات العربيه بالذات في النجف والفوانيس. قدرت ازاي تشق طريقك في انك تعمل تصميمات مختلفه مع انك مش دارس التصميم البرودكت؟ يعني هي هوايه حضرتك من زمان قوي، والقيمه لما تبقى في هدف للبني ادم بيقدر يوصل له. بمعنى ان انا كان الواحد لما بيسافر بره بيلاقي في اسبانيا والبرتغال واماكن كثيره قوي بيلاقي الثقافه العربيه بتاعتنا هناك وناس مقدرها جدا، وفي مصر كانتش موجوده شويه، موجوده بس في اماكن معينه ملهاش مش مرتبطه بالكواليتي المطلوبه، مش مناسبه للسوق، ستايل قديم مش مناسب للذوق بتاع دلوقتي. احنا ببساطه الرؤيه بتاعتنا ان احنا نخلي العربي ينفع يتحط في اي بيت، سواء ستيل مودرن عربي 100%، فنقدر نناسب اي مكان يتحط فيه الحاجه العربي. بالظبط. انت بقى يعني قبل ما تفتح الجاليري درست الترس دي بحيث ان انت تقدر تسكن حاجتك فيها، ولا عملته من باب برضو الموهبه مش الاحتراف؟ هو جزء منه خبره اوكي من الجدود، وجزء منه مساعده لاصحاب كنا بنساعدهم دايما، عاوزين يعملوا اوضه معينه في مشكله مقابلاهم، فكنت بعملها يعني on friendly basis. وبعد كده قلت why not، الواحد يبدا فرنتشر بس او interior designing يقدر يساعد الناس انها تحط تعمل اوضه بتاعتها from A to Z، او تفرش
الفيلا او الشاليه فروم اي تو زي. بس عشان المودرن كان اكتر حاجه في فارد نفسه افكر فارد نفسه. وانا بالنسبه لي هو جميل جدا وكل حاجه، بس ما يعني ما يبقاش البيت كله بالمنظر ده، بيبقى صعب شويه بالنسبه لي. فقلت لا، لازم يبقى في تشانل موجوده للكاستمرز انهم يبعدوا عن التو ستايلز اللي هم مسيطرين على الماركت، اللي هو الستيل والمودرن. لا، احنا ممكن نعمل عربي ويبقى في قدام الكاستمر كذا حاجه يختار بينها براحته. انا شايفة انت مفيش حاجات متكررة زي حاجة تانية. يعني دايما ادخل مكان لو هو تجاري يعني بزنس ولا بلاقي فيه كذا وحدة شبه بعضها. أوكي. انت ليه مش عامل كده؟ يعني انت واضح انه الموضوع بيقول نفسه انك عامل شغل ارتستيك، فالارتستيك ده بيطلع وان بيس. وان بيس ده صحيح، وان بيس ويدوي. صعب قوي ان يتعامل الشغل بتاع الماس برودكشن. لا، هي الوان بيس يتعمل واحد يقعد فيها فتره كبيره جدا لغايه ما تطلع ويتعمل فيها، يبتدي تتغير حسب ذوق الكاستمر. يعني لو انا عامل زي مثلا اضاءات نجف، هي البيس الاساسيه، ويبتدي اي كاستمر عاوز منها اصغر اكبر الوان مختلفه اشيل فيها او احط فيها او نغير فيها، يبقى الشغل كده. ودي الميزه برضو ان انا كل واحد يبقى في بيته حاجه عارف انها مش موجوده في حته ثانيه. بالظبط. هيبقى طب يعني انا ككلاينت مثلا جايه وبقول لك انا شفت حاجه في بيت صاحبتي اعمل لي زيها، هل هتحب ده ولا برضو هتضيف انت برضو لا. يعني لو هي حاجه انا شارياها منك اوكي وصاحبتي شافتها عندي، هتعمل نفس بس ولا هتضيف لها برضو تاتشات لانها طالعه من ابداعك؟ حسب العميل. لو هي عاجباها قوي هي دي بالذات ما اقدرش اقول لها لا، قالب اعمل قالب. انما لو عاوزه حاجه فيها تجديد، دايما دايما احنا بنحب التجديد ونحب التفكير اللي يعني اللي هو الكرييتيف او اللي هو اوت اوف ذا بوكس. دايما نحب نجدد كل بيس جديده بتبقى فاليو اللي بالعربي، اضافه اللي بالعربي. طيب. حتى ما نسيناش طبعا من الخامات اللي بتستخدم في التراث العربي، الخزف والرسم على الخزف والفخار. وواضح انت قلت لي قبل كده ان انت بتستعين بالورش المصريه والرسامين المصريين. بالظبط كده. فالخامات برضو احنا ملاحظين انه بالعربي عندهم كليم من كفر الشيخ، عندهم الخزف ورسامين مصريين بيستعينوا بيهم، وهو رفض تماما ان هو يتعاون مع اي رسام مش مصري بحيث انه هو برضو اسمه بالعربي. فانا برضو عجباني الاضاءه اكتر، بتشدني كل شويه النجفة دي انها انت عامل ده ازاز منفوخ. بالظبط كده. طيب وايه قصتها بقى؟ انا دي البداية بتاعتها كانت وان بيس، والناس بدأت تحبها، بيتعمل منها الوان مختلفة. الناس بتحب اللون الاحمر قوي، التركواز برضه من الالوان الناس بتحب تختارها. وبعد كده بنبتدي وقت مثلا ما احنا بنفرش فيلا او شقه او شاليه، تطلع افكار جديده الناس عجبهم حاجه زي كده، ونبتدي نعملها تناسب تناسب المكان كله. بالظبط كده. فتطورنا من بدايه بتاعتها دي لغايه ما وصلنا للي هي ثلاثه، وفي بقى منها اكتر، في اطول لغايه الارض شبه اللي في الاخر دي. دي اللي هي الدلايات ودمعه واسمها دمعه. يعني انت كمان استخدمت الحرف المصريه. بالزبط. الشغل اليدوي المنفوخ، المعشه، هي الاساس كله، بس احنا بنحاول نبقى مميزين. طبعا في حاجات كومن في الماركت، يعني في حاجات اتنين او ثلاثه ممكن تلاقي عندهم حاجه ستاندرد. يعني ما ينفعش ابدا عربي من غير ما يكون الشكل ده موجود. بالظبط، زي الفانوس. بالظبط كده. انما في الاخر دي كومن علشان نوري جوده معينه وستايل معين. انت بتغير بس شكل التصميم، يعني هو اصلا الاساس الفانوس، وبعدين بنغير شكل التصميم، نغير عليه او نبدا تصميم تاني جديد عشان نتميز، لان الـ 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 الناس طبعا بتزهق بسرعه من الاشكال لما تفضل هي اول حاجه الستاندرد. فتبقى نتنوع ونخليها مودرن شويه. نبتدي زي مثلا الالوان اللي هي دي. دي المفروض اللون بتاعها اللي هو دي جديده على يعني ده على كابولي كده. بالظبط. لو جديد بتبقى حاجه واحده بس، ايتم واحد على عمود في البيت. بالظبط كده. طبعا دي ممكن تبقى اوت دور. طبعا دي الميزه بتاعتها نوعيه الدهانات دي بتخليها دي خامه ايه؟ خامه ده ده صاج عشان ينفع اوت دور بس مدهون. بياخد كولرز عشان يبتدي يبقى ينفع مودرن، يدي التاتش اللي احنا بنقول عليه، هو نقدر نناسب اي ذوق.
طب دي تناسب التراثات مثلا ولا تناسب الحدائق ولا ممكن تبقى جوه البيت؟ هي دي تعتبر اوت دورز اكتر، تراث، جنينه، المدخل، الشقه او الفيلا. بس يعني جوه نبتدي نغير بقى في الديزاين شويه، نبتدي نشيل البراكت الكابوري ده ونبتدي نخليها نازله من فوق. طبعا نفس الحكايه، لا عاوزينها تبقى في نازله بالديجرادي، يعني التصميم بالظبط مختلف. نبتدي نغير بقى. فهي دي دايما البيزز اللي بنبتدي نشتغل عليها حسب مكان كل كاستمر والذوق بتاعه. كمان الموتيفات، انت عامل موتيفات بدوي على ريفي شوية في التصميمات بتاعت الصواني، وانها برضو مستخدم الخشب وكده، ده برضو شغل يدوي من حتى بدائي، يعني الشغل بدائي اللي هو الاساسيات الرسم بتاعتها. هو احنا بنصور بس، لو حضرتك تشترك معانا في التصوير يبقى هي. لا اوكي، مفيش مشاكل. حضرتك كلاينت مستديم عندي بالعربي؟ انا مش قديم، بس انا سمعت عنه اصلا على الفيسبوك. يعني شفت صوره واحده فاخدت العنوان وجيت عشان اتفرج. وبصراحه من ساعه ما جيت خدت نجف وبعمل مطبخ وحاجات كتير او سجاد طيب كويس، يعني انت دلوقتي على الهواء مباشره في التلفزيون. تمام. بتصور معانا. تمام. موافق انك تتكلم عليه يعني؟ طبعا. طب ايه رايك بقى في الشغل؟ انت حابب اصلا العربي يعني؟ بصي، الشغل التراث العربي الجو ده انا بحبه من ايام ما كنت في شرم الشيخ وعايز اعمله في البيت عندي. تمام. وهو ده اللي ماشي دلوقتي، هو ده الستايل اللي ماشي دلوقتي، يعني الشباب كلهم اللي بيتجوزوا بيدوروا على حاجه كده. طيب كويس قوي. لا لا، طب رغم ان انت المفروض ان الشباب اللي بيتجوز دلوقتي دي عايزه الحاجات المودرن، يعني مش عايزه لا ده اللي ماشي دلوقتي. ده اللي ماشي. بس هو كمان عامله مودرن شويه، يعني مش عامله التراثي قوي. ماشي مع كل حاجه بصراحه. يعني ده هايل، وهو بيصمم مطابخ. انت خدت منه مطبخ عربي كده مرسوم عليه ولا بتحب بس التفصيل؟ هو يقول لي هو عامل ايه، هو بيخترع فيه. او نروح معاك بيتك نصور المطبخ. تحت امرك، تحت امرك، شرفيني طبعا. لا اهلا بيك. اهلا بيك. احنا سعداء ان احنا تعرفنا عليك، وانت من الناس اكيد العربي بيستعين بيهم دايما برايي. ان شاء الله. ميرسي ليك. شكرا. طيب برضه ممكن نتكلم على الفرنتشر لو حضرتك تحبي. طبعا يا ريت. الدولاب دي الحاجات، الشغل الخشب انت برضه مميز فيه جدا. الحمد لله. كلمني بقى انت عملت ده ازاي وخد منك وقت قد ايه؟ الوقت يعني البرودكت عشان نبدا فيه بياخد في حدود، لو ديزاين جديد بياخد في حدود 6 شهور لغايه ما نطلع البروتوتايب. حضرتك عارفه بنبتدي نحط موتيفز ونغير ولا والمقاسات والكواليتي ولا كده كويس، وبعد كده يطلع البروتوتايب نبتدي نعدل فيه بعد ما يطلع البرودكت. فهو بياخد مجهود يعني كويس. بس انت عامله بلوك التبتين، يعني عامل تبتين للخشب وهو برضو حاجه بس مفرغه من اللي هو شغل الاركيتكت الخشب. بالظبط كده. اركيت هو اللي حضرتك لو شايفاه، اللي شايفه مثلا الميديا سنتر دي هتلاقيها عباره يعني الاستراكشر مودرن. اوكي. التاتش هو اللي ادى الستايل العربي شويه، اللي هو القيمه اليدوي اللي محطوطه هنا. مساء الخير. اهلا سامه بسر. اهلا حضرتك. اهلا بيك. عامله ايه؟ منوره. حضرتك مهندسة؟ مهندسة ديكور. طب احنا بنصور مع بالعربي وسام. اهلا وسهلا. سوري انا دخلت قطعت التصوير بقى. لا لا بالعكس، تشرفينا برضو. اهلا بيكي. وفرصة ان انت مهندسة، احنا عايزين نعرف يعني بتشتري من عنده ايه هنا. حضرتك انا كمهندسة ديكور بيعجبني الستايل العربي، ونفسي انا كمتخصصة ان انا ادخله الكلاينت عندي، بس الفكرة الكلاينت مش متخصص فما بيبقاش عارف او حابب الستايل العربي لو هو مش حابه من الاول، فانا لازم اقنعه، فلما اقنعه لازم انا اكون منقيه حاجه فعلا مبهره للعميل. ده هي لو انت بتلاقي بقى طلبك ده عند بالعربي. انا كنت بلف في جاليريهات كتير، شايفه حاجات كتير ستايل عربي، بس الستايل العربي اللي هو السيرف اللي هو حد اخد كوبي من الستايل وعمله. لحد ما لقيت هنا الحمد لله استاذ سام عنده الجاليري مميز جدا لدرجه ان انا خلاص باجي على هنا على طول. طب هي النهارده بقى انت جايه عندك ايه بتعمليه؟ فيلا. انا دلوقتي بعمل فيلا في اكتوبر. الفيلا دي صاحبها دكتور،
دكتور بيحب سيمبل بساطه، فانا النهارده بقى جايه اسال وسام ازاي ناخد الستايل العربي ونوظفه بشكل سيمبل ما يبقاش. يعني انت كمان مستشار يعني لازم ده جزء من السيرفيس اللي بيعملها الكاستمر، يبقى لازم افضل معاه فروم اي تو زي لغايه ما يحط الحاجات في بيته يحس ان هي بالظبط زي ما كان نفسه فيها. انت بتفرش من خلال مهندسين الديكور، يعني هما بيستشيروك او يجوا يطلبوا منك الايتمز اللي عايزينها اللي هم عاوزينه، وبرده مع الكلاينتس نفسهم انا بتعامل معاهم على طول وبساعدهم في الانتيريورز بتاعت مهندسين كتير دلوقتي ما يقدروش يستخدموا الستايل العربي غير ما يرجعوا للاستاذ وسام. كويس جدا. عارفه هو الميزه عنده ايه؟ ان هو خد الستايل العربي واداه طابع او روح خاص بيه، مش مجرد ان هو بينفذ ستايل عربي بس. فتحس ان انت لو خدتي بيس من هنا تحسي ان هي مميزه ما تقدريش تلاقيها في مكان تاني. طب ده هي اللي يعني دي شهاده من مهندس الديكور كويسه. حسن انت متفق معاها؟ لا بس انا النهارده جايه له عندي مشكله جامده. يعني الكلاينت اللي قبل ده كان هو بيحب العربي بالوانه بالتفاصيل بتاعته، انا عندي دلوقتي عميل حساس شويه عايز حاجه مودرن بس ستايل عربي، يعني مش عايز فيها ديتيلز. هو دكتور فدايما اي دكتور في شغلنا بيحب الحاجه سيمبل قوي، فانا دلوقتي جايه عايزاه يطلعني من الستايل العربي ده يطلع لي حاجه سيمبل. طب دي مشكله لان اصلا انت بتستخدم موتيفات والستايل العربي فيه دوشه الوان، دوشه موتيفات، دوشه خطوط ولاينز كتيره، فازاي توظف لها بقى اللي هي عايزاه؟ دي بقى بسيطه خالص، مش بس انا عن نفسي انا جايه هنا وضامنه ان الحل هلاقيه يعني ان شاء الله. يعني هو الـ 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 الحاجه عشان تبقى مودرن ممكن ندخل في يعني كذا كذا element. الاول الستراكشر بتاع القطعه الموبيليا، الستراكشر دي هنبتدي ناخدها 90 ديجري نخليها مودرن، مثلا ال شيب، نشوف ايه الدايمنشنز المناسبه والستراكشر المناسبه زي توفتت في المكان يعني كدا. وبعد كده هنبتدي ندخل في الالوان، نبتدي نشوف ايه الالوان اللي الكاستمر بيحبها ونعملها بطريقه اللي هي المودرن. يعني راح نعملها بطريقه زي كده. كلاينت بيعشق اللون الفيروزي، اوكي هتجرد له بقى هتجرد له الحاجات يعني. اوكي وده هيبقى عاوزه في الفرنتشر على نفسه ولا بيسز قطع من المكان؟ هو احنا عايزين الحاجه الرئيسيه تكون سيمبل وندخل معاها اكسسوارز داخل فيها الجولد مع الفيروزي دي. أوكي. الفكره اللي انا فكرتها مناسبه مع الفيروزي يعني هو بيحبه يعني. طيب احنا ما عملناش حاجه لسه، هنبتدي اكيد ده الاكسسوارز طبعا. الكالرز ما فيهاش مشكله، انا داخله من عند الباب حاسه ان اللون اللي هو طلبه موجود يعني، فعشان كده اتفائلت يعني. الميزه ان احنا هميد انت عارفه، فالهميد نقدر نعمل كاستمايز بقى كالرز دايمنشنز. يعني عايزه اقول لك ان مثلا وانا واقفه هنا لمحت البيس دي حسيت ان انا ممكن اخد الطبق ده بالوانه اكون عليه ديكور المكان بالظبط كده، لان اللون ده تقريبا الجولدن الجولد مع الالوان درجات الفيروزي. يعني انا حاسه ان انا لو خدت ده ممكن ارسم عليه ديكور المكان كله بالظبط كده. هل انت شايفه ان وسام عندهم في بالعربي انه يقدر يعمل لك مثلا كل التفاصيل بتاعت ليفينج بكل الالوان دي؟ يعني يعمل لك كنبه الفوتيه كده، التنجيد العفش، هو يعمل اللي ما يتعملش. طيب دي الميزة ده هي الحمد لله. فأي مهندس على فكرة بيحب ان هو يجي مكان يفهمه ويقدر ينفذ له اللي هو عايزه، لان انت ممكن تدخلي جالري فيه حاجات حلوة قوي بس ما تلاقيش ان صاحبه او الناس اللي شغالة فيه فنانين لدرجة ان هم يقدروا ينقلوا لك الطابع او الشكل اللي انت عايزاه. لا بس انا يعني مستصعبة انه اصلا بيبقى المهندس ما بيحبش حد يديله رأيه، يعني دايما انت تبقي مستشارة رأيك. لا أنا فغريبة جدا ان انت فليكسبل. انا عايزة اقولك ان يعني انا مبدئي في الشغل لا خيبة ولا استشارة. انا ممكن ادخل بيت حد بسيط قوي الاقي عامل حاجه في بيته مميزه، هو مش فاهم ان هو عاملها مميزه بس هو صدفه او هو مثلا فكر فيها وركبها، ممكن اسال فيها. يعني ما يمنعش ان المهندس ياخد حتى خبرات الناس البسيطه، ممكن تلاقي حد عمل هاند ميد حاجه من غير ما يقصد طلعت حلوه قوي. عايزه اقول لك انا مره كنت بعمل ديكور شركه، تمام؟ الشركه دي صاحبها عنده مكنه، المكنه دي زي بيقطع ورق فبيطلع منه بواقي صغيره. انا خدت منه جزء من الورق ده وما تكبرتش ناخده، لونته الوان استخدمته في تابلو طلع حلو قوي. فالمهندس مش بس ان هو يتمسك برايه، لا ممكن يستعين بخبرات واراء الناس البسيطه والناس المتخصصه كمان. ده هي اللي احنا سعداء بيكي يا مهندسه، وهسيبك بقى مع وسام يوريكي الحاجات اللي انت عايزاها وبالمره احنا نشوفها معاكم.
من المفردات المهمة في التراث العربي الخيامية، التطريز، الإزاز الملون. اتكلمنا على الموتيفات وحتى الايتمز بتاعه اللمبه الجاز والوابور والحاجات دي، الكف، حاجات الحسد كلها بالواناتها الفيروزي والازرق، شغل القايمه، كل التفاصيل دي استعان بيها برضو وسام بالعربي عشان يقدم لنا منتج فيه طراز عربي. كلمنا بقى انت يعني دلوقتي بقيت تعمل موتيفات خياميه خاصه بيك، ولا انت بتستعين برضو بورش الخياميه اللي هم المتأصلين اللي احنا عارفينهم دي؟ بقى لونج سيرش لورش معينه وبتشتغل في التصدير بس، وما بتديش ديزاينز الديزاينز اللي موجوده عندي دي لحد تاني غيري. يعني ده الاعتماد على حاجه زي كده، لانه طبعا الواحد مش هيقدر يقعد يديزاين في كل حاجه. فهو الفوكس دايما في الديزاين هنا بيبقى على الفرنتشر، مينلي ديزاين الفرنتشر والكليم والنحاس اللي هي اللايتنج، اللي هي ابلايتس او سينينج لايتنجز او الديسك لايت. عارف لما انا قريت كلمه بالعربي اللوجو بتاعكو افتكرت ان انا هاجي الاقي كل التفاصيل عندي خط عربي. اوكي. لقيت اقل حاجه عندك هو الخط العربي، يعني انت مش عندك لسه يا دوب بس دي جزء حاجه بسيطه في الاكسسوارات، لكن في الفرنتشر والحاجات الكبيره انت مش مستعين بالخط العربي. هو الكاليجرافي عامه او الخط العربي ده عنصر من عناصر اللي بتبين الثقافه بتاعتنا بالظبط، انما في عناصر تانية كتير حلوه الناس ما بتاخدش بالها منها. هي بقت يعني غالبيه الناس لما بتتكلم في العربي دلوقتي هي دايما تحط الكاليجرافي او الخط العربي، فانا حسيناها يعني منتشره شويه. فاحنا بنحب دايما نبقى مميزين ونظهر الحاجات اللي الناس مش واخده بالها منها. الموتيفز مهمه جدا، الرسومات اللي هي اصلا ممكن تكون قبطي او اسلامي دي مهمه جدا، فيها حاجات جميله وجماليات تمشي مع اي ستايل زي ما احنا قلنا قبل كده. فالستريس على حاجه واحده ده ما بيبقاش حاجه، يعني ما بيبقاش احسن حاجه بالظبط. يعني مثلا برضو الحاجه المهمه قوي اللي انت بتستعين بيها حفر الخشب بتاع الفرنتشر مميز جدا، وتعامل لحاجات غائره وبارزه بشكل ملفت. يعني انا شايفه انه حتى الفنان العربي القديم كان بياخد بيعمل القايمه منمقه قوي بحيث انه يخاف لا في حاجه خشب يتقطع ما يعرفش يعالجها، لكن انت عامل غائر قوي وبارز، دي جرأة في التصميم. هل انت بتستعين برضو بناس حرفيين قدام، ولا هل في حد طالع احنا ما نعرفوش من الحرفيين الشباب والفنون التطبيقيه مثلا بيعرف يعمل الحاجات دي؟ لا، دي الورش بتاعتنا. لازم يبقى في جاتس او عدم رهبه في عمل اي ديزاين جديد. يعني انا ممكن اقول لحضرتك ممكن نعمل ديزاين جديد وبعد ما يطلع خالص لا احنا مش هينفع يطلع خلاص، ممكن يضيع شهور عليها ولا مش هيطلع. فدي عاوزه بس الواحد ما يبقاش خايف. ودي الحمد لله دي اهم حاجه، ان احنا دايما نعمل الديزاين الجديد ونقعد نجرب فيه لغايه ما يوصل، وبعد كده لما يطلع اللي هو البروتوتايب نبتدي نقدر نشوف فعلا هو وصل اللي احنا عاوزينه ولا لا، مش هيدخل في الماركت خلاص. فالقايمه دي عنصر مهم طبعا في الشغل الفرنتشر عامه والعربي بصفه خاصه، هو والارابيسك وكذا شغل تاني. بس يعني لازم 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 ندي للشغل الديزاينز الجديده وما نخافش منها، علشان وده غالبا اللي بيعجب الكاستمر على فكره. كل ما الحاجه تبقى جريئه كل ما الحاجه بتاعتك تبقى بالظبط. انت طيب بتستعين، انت بتقول قلت لي من شويه انك بتعمل ريسيرش كتيره بحيث انك تدمج ما بين الفولكلورز او الحرف في مختلف الحضارات. هل انت بتدي تصميم للورش، ولا هو تكريت بقى الحاجه زي ما انت بتقول انا عايز ترابيزه فيها جرأة في التصميم، فيها موتيف واحد وكرره لي، يعني بتتعامل معاه ازاي؟ دي تصميمات برضو. يعني دي بنقعد بنرسم الموتيف مثلا الاول بيبقى اللي هي المثلثات دي طبعا الشغل بتاعها بيبقى من اصعب الحاجات عشان نقدر نعمل الزوايا مظبوط ويدوي، مش شغل لو الناس في الماركت بيبقى عارفين ان في شغل راوتر بيبقى ليزر هو اللي بيعمل حفر، لا ده لازم يبقى الشغل يدوي.
نبتدي نغير الموتيف دي كل شويه. بس الاستراكشر عامه مثلا في التيبل دي اتغيرت كذا، يعني الاستراكشر هي عمليه كمان يعني انت عاملها بادراج وهي يعني مش محتاجه الحقيقه انها تتحط عليها اي سيرفيس يعني. ما هي الفانكشناليتي بقى يعني احنا دايما عشان نقدر نواكب، احنا عندنا فيجن ان احنا نقوم الصناعات اليدويه ونحافظ على الهيرتج بتاعنا. طبعا هو بيتخطف من دول تانية، شرف على الانقراض اصلا بالظبط كده، وفي نفس الوقت المحافظه عليها مش هتيجي ان انا اعمل نفس الشغل القديم هو وخلاص. ما هو الشغل ده كان بتاع وقته، هو حلو وجميل جدا بس بتاع وقت معين. خليك عارف دلوقتي الناس ممكن مش يعني دايما موضوع اي ست النظافه بتاعته تبقى عامله ازاي، حاجات كده. الستورج يعني دايما اي برودكت هتلاقي فيه لازم عنصر ستورج، لان احنا عندنا حاجات كتير ممكن نبقى محتاجين نخزنها. فالفانكشناليتي دي مهمه جدا علشان حاجه تقدر تقعد معانا في الوقت تبقى وقت طويل. طب انت شايف انه ترابيزه زي دي مثلا مش المفروض تحط عليها ازاز عشان تحافظ على الموتيفز ده مثلا ما يتاثرش باي حاجه تتحط عليه كده ولا ايه يعني؟ هي حسب عليه ازاي البرودكت. البرودكتس دي كل ما بتقدم كل ما جمالتها بتكتر. يعني انا عندي مثلا واحده في البيت عندي نوي نحط عليها ازاز، انا بحس انها بتقلل جمالياتها، وكل ما بتقدم وكل ما تتبهدل كل ما تبقى احلى. بس في بعض الناس طبعا بتحب يبقى في لا يعني يتحط مثلا في القرصه دي ازاز، عشان كده يعني اوكي فاين هيبقى بيحافظ عليها وعايز يحط حاجه تبقى ثابته، لان بالزبط. هي برضه ثابته. لا يعني هنا في الاخر هي ديزاين عشان اقدر احط حاجتي. بالظبط. يعني احنا نقدر نحط كوبايه تبقى عادي جدا ما فيش حاجه. الكنب كمان انت عامل نفس الموتيفات. طبعا الكنب البلدي ده من الحاجات اللي قربت اللي انقرضت اصلا. فانت بص، هو انت مش الوحيد في مجالك اللي بيعمل الكنب، بس يعني انت عامل موتيفات بسيطه وجديده. انا شايفاها انها مش متداوله. تمام. يعني حتى بالزبط. تحس انها ايه جت في فكره واحد مره واحده وعمل التصميم وادها لحد نفذها. يعني انا لو قلت لك قلدها لي تاني مش هتعرفه. هيك دي بقى صعوبه الهام ميد. يعني لو حاجه اتعملت بلون عشان نطلع نفس اللون بالظبط دي صعوبه، او نفس الموتيف بالظبط. الموتيف لو في نفس الدايمنشن بتبقى سهله، انما لو غيرنا الدايمنشنز تبتدي اكنك بتكريت ديزاين من اول جديد. بالظبط. فدي صعوبه انت بتغير الابعاد بتاعته. بالظبط كده. بس غالبيه الناس الحمد لله، يعني انا غالبيه الكاستمرز بيحبوا الموتيفز دي بالدايمنشنز دي، لان احنا زي ما قلت عليك نعمل ديزاين ممكن ياخد مني 6 شهور، وبعد كده يبتدي نعمل بروتوتايب نجربها ونشوف القعده عليها مريحه زي ما كنا متوقعين، مناسبه، وبعد كده نبتدي نغير. انت عامل حتى المقاسات يعني واحنا قاعدين تقدر تقعد باي وضع، تقدر كدا. ترتاح كمان الكوشنز كده ضخمه تحس بالراحه. في نفس الوقت مودرن، يعني مديه روح خفيفه شويه، مش تحس انها ريفي صرف او هي تمشي مع كذا ستايل. يعني الصوفه دي بتمشي مع كذا ستايل، والفينشنج بتاعها برضه يمشي مع كذا ستايل. كان زمان يعني من فتره مش بعيده كانوا يقولوا الحاجات دي تناسب بيوت الساحل ما تناسبش اكتر البيوت المصريه. انت شايف ان كده ده صح؟ لا، هي تناسب اي بيت، بس بنغير حسب ستايل البيت وحسب ذوق برضو الكاستمر. انا عاوز احس الاحساس الريفي بتفضل زي ما هي كده. عاوز اخليها مودرن شويه، ممكن الدهان يختلف. وفي بيوت هنا يعني برضو الكتالوج حضرتك ممكن بفرج عليه بعد كده، هتلاقي في حاجات نفس الصوفة دي معموله بـ 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 بكذا طريقه مختلفه. في اللي هي فيها اللي هو السيستم انها تبقى سرير بعد كده. في الدهانات مختلفه مديه الاحساس انه يعني عمليا تقدر تعملها اي حاجه، لانه زي ما قلت لحضرتك يعني تيبل زي دي تمشي على الستيل، هي بس تاتش في الدهانات معينه تدخل في الستيل عادي جدا. وانا شايفه ان انت مش حابب تعمل جليز مثلا للخشب. يعني بتخليه زي ما بيقولوا على ابوه، على طبيعته. على طبيعته. وهي دي حلاوه الخشب. يعني لو انا عامل دي عشان اداريها بالالوان وفي الاخر الخشب نفسه ما يبانش، دي احلى حاجه في طبيعته. اللي ربنا يعني كل خشب ليه التمويجه بتاعته، فدي دي حاجه ربنا دهلنا في طبيعه الخشب حلاوتها انها تبان. انت عارف انا بواجه
في مجال شغلي انه مثلا ادخل بيوت الاقي ايتمز خضراء كده عاملينها كونسول مثلا عند الباب كانها قطعه انتيك بالظبط، ملهاش دعوه بالبيت كله يعني. البيت كله مودرن بقى او كلاسيك وات ايفر، بس عندهم قطعه واحده مستعينين بيها هي من التراث العربي، هي يعني فيها لوك عربي، فيها موتيف عربي، فيها اي حاجه حتى لو كان اللون زي اللي حضرتك حاططها دي. وده الكونسيبت عايزين نغيره، ان العربي بيمشي مع كل حاجه، بس ال 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 ازاي تو ميكس بالظبط كده. انا ممكن اعملها مختلفه عشان تبقى السنتر بيس او اللي هي واخده تركيز العين، شده العين في المكان، فاعملها بالستايل القديم. او ان عاوز اماتش، لا نقدر نماتش العربي. ممكن هي حاجات بسيطه جدا هي اللي ممكن تخلي الشغل ده يماتش مع بيتي مهما كان الستايل بتاعه. فهو ده اللي الحمد لله الكاستمرز بيبتدوا يعرفوه من خلال بالعربي. هتلاقي دايما الاستراكشر دي هتلاقيها اختلفت كتير، هتمشي على المودرن، هتمشي على كذا، ومديه الاحساس العربي اللي احنا عاوزينه. طب في سؤال بقى اللي بيهم الجمهور، الناس المفروض بتتفرج علينا عايزه تعرفه، وبتقول انتوا قاعدين تعملوا دعايه للراجل ده كتير جدا، عايزين بقى نعرف اسعاره ايه. طبعا هتبقى نار عشان هو منفرد في مجاله، ولا هتبقى معقوله؟ دي حاجه يعني مقارنه بايه؟ انا يعني عارف الماركت ومتاكد ان الاسعار بتاعتنا هي لا كويسه جدا مقارنه باسعار السوق. ومقارنه بالناس الصناعه يدويه هاي كواليتي، احنا دايما عاوزين نربط اسم الصناعه المصريه بالكواليتي. مش المصري يبقى حاجه خلاص الصيني هو اللي وحش. انما المصري هو مصري، لا في كواليتي بتطلع في البرودكت بتاعته. فهو الاسعار الى حد كبير مناسبه. يعني مش هتقول لا ده شغل يدوي، والشغل اليدوي دلوقتي نادر زي كل اللي بنسمعه بنقوله. الناس بتقول احنا عاوزين ننشر الثقافه. فانت مقلل شويه الاسعار بحيث انك يعني طب تسمح لي يعني لو تقول لنا الترابيزه دي كاكزامبل يعني انها سعرها قد ايه؟ دي 4200. 4200 مساحتها قد ايه؟ دي 100، دي 90 في 90. حلو جدا. والطبليه دي؟ الطبليه 1000 وكام؟ 2700. برضو هي فيها الحفر الغائر والبارز. طبعا انا ممكن حد لا هي بالنسبه لي مش السعر مش مناسب قوي، ابتدي اغير شويه، اقلل القيمه، اغير نوع الخشب، بس المهم ان يدي الاحساس اللي هو عاوزه في الاخر، بحس السعر يبقى مناسب على قد ما نقدر. الاستاذ الكلاينت اللي دخل قبل كده وقال لي اشترى من عندك مطبخ، طبعا احنا شايفين هنا مطبخ ولا حاجه، بس عايزين نوصل للناس المطبخ اللي هو اشتراه، او المطبخ هيبقى شكله ايه بالعربي ده. هو المطبخ دايما مطلوب انه يبقى سيمبل وفي تاتش بسيط عربي. التاتش ده ممكن يبقى قرش بسيط في الدرف، او يبقى مودرن جدا ويتحط في تايلز بتتحط في مكان معين. التايلز دي مرسوم عليها بالظبط، بلاطات بتتحط في درفتين تحت بعض، والقرش اللي فوق تروح هي اللي مديه الجو مع اضاءة مثلا بالازرق، الازاز منفوخ، الحاجات دي يعني تاتش بسيطه قوي هي اللي بتدي الاحساس الاريبيان ده. طيب لو مطبخ مساحه اللي هو واخدها، هو واخد المطبخ ده بكام؟ بس هي سلاب المترو دايمنشنز يعني انت بتبيع بالمتر وبحسب التصميم يعني مش كله مش ستاندرد يعني. المرايه مثلا اللي فيها موتيفات دي فوقيك بكام؟ دي هي في حدود يعني هي فوق الألف، بس يعني ما اعتقدش انها تزيد عن 1500 حاجه كده. انا سوري مش حافظ الاسعار كلها، بس هي في حدود ال 1500. انت هتقارني بالصيني اكيد اغلى. لا انا مش بقارنك بالصيني، انا بقارنك هو طبعا يعني في جاليريهات كتيره بتعمل شغل الموتيفات والحاجات العربي دي، بس زي ما انا قلت لك في تقليد، في زي ايه قالب واحد بنمشي عليه يعني. انت عندك في ايتمز كتيره مختلفه ما فيش شبهها يعني، انت مش ماشي على رتم، لا انت عامل وان بيس من كل حاجه، واللي عايز الكلاينت اللي بيدخل يشتري منك واحده ممكن تكرر له حاجه تانية وانت بتعملها تضيف له في التصميم. لان كل يعني حضرتك تخيلي كل برودكت جديد ممكن يتعمل له ديزاين جديد.
فمع ده جزء من التكلفه بتاعت البرودكت، بس ده بيعتبر يعني فري سيرفيس مثلا هنا. عاوزين نماتش الصوفة دي مع في الاوضه مع حاجات معينه، بنبتدي نماتش، بنساعد في الموضوع ده. طب انت بتستعين كل شغلك بحرفيين قدام تحب تفضلهم اكتر في التعامل، ولا ممكن الولاد الحديث التخرج بتوع فنون تطبيقيه وفنون جميله واللي هم مثلا المدارس الصناعيه اللي هم عندهم شويه وعي بفكره التصميم او درسوا التورس دي؟ والله حضرتك الخبره دي عنصر مهم جدا. فالاساس بتاعنا اللي هي سواء ورش بتاعتنا او بعض الورش اللي بنتعامل معاها، الخبره دي مهمه جدا، لان في الاخر انا لازم اطلع عايز ايد مملوكه، يعني ايد بتملك تستمتع كويس. بس بعض الحاجات الصغيره اللي ممكن نبتدي نعلم، وده بيحصل الحمد لله، بنبتدي نعلم حد عنده التالنت ونبتدي واحده واحده لغايه ما يوصل للكواليتي والسبيريت بتاعتنا، لان عشان يقدر يوصل للسبيريت بتاعتنا مش من اول يوم. وبعد فتره بنبتدي يبقى عندنا حد امبلوي او موظف او ورشه بتوصل للشغل بتاعه. طب انت فكرت بقى بما انك عملت صيت في وقت صغير كده في مصر الحمد لله، انك تشترك في معارض بره مثلا في وطن عربي تقدر تطلع بالمنتج المصري ده بره؟ الحمد لله احنا بنشترك طبعا في معارض كتير اوريدي في مصر، وما هو احنا مش بس بنفكر نطلع في معارض، احنا ان شاء الله عاوزين نفتح، هتفتحوا فرع بره، فرع بره باذن الله بعد الحلقه دي تقريبا. ان شاء الله باذن الله. فيعني زي ما قلت لحضرتك، نشر الثقافه العربي، لان هي دي بتاثر على التعامل وازاي الناس بتشوف مصر. انا احب قوي نشر الثقافه. طبعا كان اي حد ممكن يبدا بزنس، اي كايند اوف بزنس تاني، بس هي الفاليو في البزنس دي مهمه. فلا احنا عاوزين تو سبريد اوت، عاوزين نفتح فروع في يوروب، في الوطن العربي. الوطن العربي ده اكيد، بس هي مخبيها دي. بس هي تقريبا هي اللي هتيجي الاول. لا، ما هي الوطن العربي ان شاء الله الاول، بس في يوروب برضو مهمه، لان وفعلا الحمد لله يعني ناس كتيره بتيجي، مع ان الكلاينتيل بتاعنا مصري وهدفنا المصريين الاول، انما برضو بيجي عرب واجانب بيشتروا الحمد لله. هم العرب اكتر زوارك، لان هم اللي مايلين اكتر للتراث العربي، هم اللي بيدوروا عليه. هو طبعا لا، هم بورشن كويس يعني، نسبه كبيره منهم، بس لا، هو احنا الفوكس بتاعنا على مصر، على المصريين، لان الهيريتج ده مهم، لازم احنا اللي يبقى عندنا في كل بيت الشغل بتاعنا حاجه بتعبر عن الهويه بتاعتي. والعرب طبعا هم الميزه انهم بيقدروا حاجه زي دي من الاول، وطبعا القدره على الشرائيه عاليه، لما تعجبه حاجه طبعا بيقدر ياخدها على طول. احنا بنحاول برضو يعني الكوست على قد ما نقدر بنمينيمايز، بس لغايه ليميت معينه عشان الكواليتي، ما اقدرش اتنازل عن الكواليتي، لانه في الاخر اسم المكان يعني. هو وسام ادانا وعد بانه مينيمايز الاسعار لكل زوار العقاريه باذن الله. اكيد. احنا طبعا سعدنا اصلا بالحلقه دي وبالجاليري بالعربي، وسعدنا بوسام وطارق اللي مش موجود وشيماء، وصراحة المكان حلو ومريح جدا، لأنه التراث العربي أصلا في راحة نفسية وفي سكينة، وأنا صراحة من الناس المهتمة جدا بأن أنا أحط أي آيتمز عربي عندي في البيت زي أي حد تاني بيعتبره قطعة أنتيك. لكن بعد اللي سمعناه ده، أتمنى أن بيوتنا كلها يبقى فيها تراث عربي وتتعمل بالتراث العربي، حتى لو أوضة واحدة، نفضل محافظين على التراث ده ونفضل طول الوقت بنهتم بيه عشان نحافظ عليه من الانقراض. وشكرا، وإلى اللقاء في حلقات أخرى.